عليكم. بسم الله الرحمن السلام الرحيم، عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك. سمعتها وهطلع بغش تاني. ها تفضل. ازيك يا بسام؟ السلام عليكم. ازيك يا بوسي؟ عامل ايه الاخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا كده مع بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. هنحاول كده نراجع مع بعض الدروس شوية الله يرضى عليكم. هنا بيقول لي أول درس عندي العبادة، معناها أنواعها. أهم حاجة في الدرس ده إن نعرف احنا بس نرجع على كل اللي احنا خدناه. هنراجع هنراجع بس اللي انتوا خدتوه. هنراجع أهم حاجة هنا على أنواع العبادات. هي أنواع العبادات عندي العلاقة بين الإنسان وربه، علاقات بين الكون، وعلاقته بالناس وبأنفسنا. طب إزاي؟ علاقة الإنسان بربه إن الإنسان يتقي الله، يبعد عن كل ما لا يرضى الله عنه. علاقته بنفسه إن هو ما يقللش من شأنه ويتحلى بالأخلاق الكريمة. طب علاقته بالناس إن هو يعيش في سلام ويخالق الناس بخلق حسن. طب علاقتنا إيه بالكون؟ إن إحنا نعمره ونحافظ عليه. ده اختصار الدرس بسهولة جدا. تمام، الدرس اللي بعده تمام. حاول أختصر أهو عشان الدرس كده معاك والدنيا مطمنة معاك. بسم الله تعالى الودود، الود الفعل، الحب شعور. أفرق بيناتهم عشان أقدر إن أنا أتعامل. طيب اسم الله الودود، يتودد إلى الله بعباده. تمام، تمام. اذكروا الله سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لسه واحنا بنمتحن مع الرئيس تمام. بعدين مظهر الود عندنا كتير جدا في خلق الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا خلقنا كل حاجة حوالينا دي مظاهر الود. طب أستخدم اسم الله الودود إزاي في حياتي؟ عن طريق إن أنا أعمل أفعال تساعد تخلي اللي حواليا أشعر بأني إنسان ودود، إلقاء السلام، مساعدة الأهل، عطف الحيوان، كل ده إن أنا أوظف اسم الله الودود. عندي هنا حديث: إذا أحب الله رجلا أو إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من السنة المهجورة. طب ادي الدرس التاني، مفيهوش اي حاجة. يا منى، الدرس التالت سورة الانفطار، مين حافظها؟ ها كلكم حفظتوها ولا حدش حافظها؟ انا حافظها، انا حافظها، انا حافظها. حافظها، شاطرين انا حافظها، وانا شاطرين. طب اول انا حاجة اعرف حافظها. عنها ان هي سورة مكية. سورة ايه؟ انا اصلا ها في سورة الاحقاف تنتصر يوم القيامة. تصف أحداث يوم القيامة، الله يفتح عليكم. وكمان السورة دي فيها دلائل من خضوع الكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى نعم. يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. الثلاث سور، التكوير والانفطار والانشقاق، أكنهم يوم الأيام ورأي عين. سورة الانفطار عندنا مكية ومن السور الثلاثة اللي تصف يوم القيامة. يجي طبعا وصف يوم القيامة، أول ما بيجي كل حاجة في الكون بتتغير، السماء بتنشق، كواكب بتوقف عن أعمالها وتقع، البحار بتفجر وتكون بحر واحد، القبور بتبعثر، وساعتها الإنسان بيعلم ما قدم وما أخر. تمام، ربنا هنا بقى سبحانه في الآية التانية يعاتب الإنسان الكافر: ليه بتكفر بربنا؟ ده ربنا خلقك وسواك وعدلك بصورة جميلة ما شاء ركبك، ولكن أنتم تكذبون بيوم القيامة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كل واحد عنده ملاك ملاكين يكتبون الأفعال الصالحة والأفعال إيه
نعم، مين يقول يا ميسي ميس؟ نعم يا ملك، اتفضلي. هو في صور القرآن هتيجي في الامتحان، يعني هي هتيجي واحنا نكملها؟ اه طبعا، صوت الفطار دي هتيجي، دي هتيجي يقول لك انت كمليه. اه تمام. ايه؟ كويس بس ان انا حافظها صم. هتيجي من الحمد قد ايه لله. لقد ايه؟ هتيجي من اي كام لاي كام؟ لا لا، هي الصورة كلها تتحفظ يا حبيبتي، احنا مش هنعرف نقول ايه ولا ايه، الصورة كلها تتحفظ. تمام. إن الأبرار لا في نعيم، وإن الفجار لا في جحيم. الإنسان البار اللي هو بيتقن العمل بيحسنه بيروح يقول ربنا ليه الجنة، والإنسان اللي بيعتدي على حقوق الآخرين وبيأذيهم في القول أو الفعل ده كده عذاب والعياذ بالله في الإيه، في النار. خلاص الصورة ما فيهاش أي شيء، أهم بس أعرف إنها صورة مكية. طب نيجي بقى للدرس المهم ده، أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة. عندي أول حاجة إدغام، إدغام إن أنا أخد الحرف في اللي بعده أكنه حرف واحد، والإدغام الحتة دي مهمة أوي. لا يحدث إلا في كلمتين، يعني ما يجيش في كلمة واحدة، لا لازم كلمتين ورا بعض. يعني عندك احنا خدنا الدخلاب، الادغام ده في ثالثة، لا في رابعة. اه الإدغام بغنى عندي، الياء والغير والنون غنى والميم بيجمعوا والواو. في كلمة يرملون، اللي بغنى في كلمة ينمو، اللي بغير غنى في اللام والراء. خلاص الإزهار الحلقي عندي 6 حروف، همزة وهاء عين وحاء غين وخاء، و6 حروف دول أظهر فيهم النون الساكنة والتنوين. إنما لو جاء بقى عين به حق أقلبها، اه همزة وهاء عين وحاء غين وخاء، لكن لو جه وراها ب أقلبها، اه أو الميم بعد. طب الإخفاء لازم أعرف إن هما 15 حرف متكونين في البيت ده. صف ده ثنا كم جاد شخص قد سما، ضم طيب زد في تقن ضع ظالما. ما قدرتش أحفظهم، أعمل إيه يا مس؟ أحفظ اللي قبلهم، أحفظ الإقلاب مين، الإزهار مين، الإدغام مين، والباقي كله 15 حرف مين؟ مش هنحفظ ايه منهم عشان الإخفاء. يعني الباقيين 15 حرف. الباقي 15 خلاص. طب هنا بقى الجزئية الثانية، استعداد النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أذله بالهجرة، انتظر النبي أمر الله سبحانه وتعالى حتى إيه يهاجر. كان الكلام ده إمتى؟ بعد بيعة العقبة الثانية هاجر النبي من يسر من إلى يسر، هاجر الناس أغلبهم ما متبقاش إلا النبي. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أبو بكر عايز يهاجر، قال له لا اصبر شوية، أنا ممكن إيه، لعل الله يجعل لك صاحبا. فلما ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة ساعتها ساعتها ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا محمد ببعض الأوامر، وجاله سيدنا جبريل قال له ما تباتش في ليلتك، إن هما الناس كلهم متجمعين عايزين يقتلوه. طب حط ساعتها أذن ربنا بالهجرة، راح لسيدنا أبو بكر لقاه بيجهز الناقات، سبحان الله ناقتين اشتراهم منه سيدنا محمد، واستعان بعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط. عامر بن فهيرة عمل إيه؟ أخطأ أثر الأقدام. عبد الله بن أريقط كان الدليل في الطريق، وكان عبد الله ابن أبي بكر كان بيستيله الأخبار، وأسماء بنت أبي بكر كانت بتطبخ لهم وتقول لهم الأكل والشرب. مش بس انا نسيت يا مس، كانت مهمة عبد الله بن قريقة، كانت مهمته ايه؟ كان دليل الصحراء، هو الدليل اللي كان بيدلهم في الصحراء، اللي يقول لهم على الطرق. تمام؟ اللي هو كان مسؤول عن الأغنام. لا، عامر بن فهيرة ايه؟ مسؤول عن الأغنام. بص بس هقول لكم تمام. حاجة سهلة أوي، مش كلمة عامر آخرها راه؟ ايوه مش في آثار آخرها راه برضو؟ اه يبقى عامر بتاع الآثار هو اللي بيشيل آثار الأقدام. وكلمة أريقط، عبد الله بن أريقط، مش فيها قاف وطه؟ ايوه برضك ده بيدل على الطريق، فهمنا كده عشان ما نساش. اقنعتيني يا مس، نعم اقنعتيني.
حبيبي. طيب عندي أنا طريق إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في غار ثورة قد إيه؟ 3 ليالي و3 أيام عشان يقدر يخرج منه. كانت كل واحدة فيهم حامل، كانت أسماء حامل في الشهور الأخيرة، وعبد الله قلنا كان بيجي له الأخبار، وعامر كان بيشيل الأغنام. المهم خرجوا ووصلوهم وقنبصوا تحت رجلهم كانوا يشوفوهم. ربنا سيدنا محمد قال لسيدنا أبو بكر إيه؟ ما ظنوك باثنين الله ثالثهما؟ متقلقش ربنا معانا. ربنا في فمستر الثاني. ربنا في الثاني نجاه، حتى كان سراقة وراه عايز يهجم عليه أو ياخد يعني ياخد منه يعني يقتله وياخد هو الجايزة، لكن الفرس بتاعته ما كانتش بتمشي وكان بيسقط عنها وكانت بتغوص في الأرض. جميل. نعم. هو انت ينفع قبل وقت الامتحان تبعتي صورة الامتحان عشان يعني لو ينفع اطبعه عشان احله من الطبعة؟ مش أنا مسؤولة عن كده، دي تشهر أمنية يا حبيبي. أنت يعني تعرف لو سألت منها وافقت عادي تبعتي لي عشان اطبعه؟ تشهر أمنية يا حبيبي، شفت معاكم تشهر الدين بتاعك تشهر سارة تقريبا. ايوه طيب هي تشهر سارة هتبعت الامتحان تشهر أمنية، وساعتها بقى الموضوع هي أنت كده تشهر أمنية ترجع لك على طول. تمام. يلا اتفضلي. معجزة بقى الرسول صلى الله عليه وسلم وأم معبد، ده مش من الدروس اللي عليكم. تمام. ده ملغي. الدرس اللي هنراجعها نبي بقى سيدنا موسى وقصته كلكم عارفينها، قصة جميلة وسهلة ما فيش فيها أي شيء، بس الحتة المهمة يعني كلمة يعقوب دي يعني عبد الله، يعني هي كلمة إسرائيل، سيدنا إسرائيل يعقوب اتسمى بإسرائيل يعني عبد الله، عشان كده انا حافظ بني يعقوب يعني بني إسرائيل. انا بس حافظه نص صوت غفير. تمام. سيدنا موسى أمه رميته في اليم وأخته مشيت وراه، وصل لقصر فرعون ما كانش حد عايز يرضعه. في الآخر لما آسيا شافته قالت أتخذه ولدا، خليته عندها ورجعت أمه تاني ترضعه. كل القصة عارفينها وسهلة ما فيهاش أي حاجة. جامد. ونشأ فرعون، نشأ في قصر إيه؟ فرعون. ماشي انتوا يعني عندكم ماشي الامتحان لغاية فين؟ تيتشر قالت لكم لغاية فين؟ لغاية صلاة العيد والجمعة. مكانة الصلاة. طيب الصلاة ليها خصوصية، الصلاة ليها معنى خصوصية، الصلاة إن ربنا دي الصلاة دي العبادة الوحيدة اللي فرضت على المسلمين من غير وحي. معنى الصلاة هي العبادة. مكانة الصلاة أحب الأعمال إلى الله. أولا كمان هي ركن أركان الإسلام، بتخلي الإسلام يبعد عن الفحشاء والمنكر. إنسان بتبقى فرصة متكررة عشان أنقذ ذنوبي، وسيلة للإعانة في أوقات التعب والحزن، ربنا بيعيننا بيها سبحان الله. طب جميل، هنكمل. حكم الصلاة فرض على كل مسلم عاقل بالغ حتى لو كان تعبان، مفيش فايدة أي حاجة ممكن تسقط على الإنسان إلا الصلاة. خلاص الدرس الخبز اللي بعده. الفرق بين الركن والسنة مهم أوي بقى دي. أفعال الصلاة بتختلف عننا، فمنها بيكون ركن. يعني إيه ركن؟ يعني لازم أنا أعمله، منها يكون سنة. الركن أول حاجة النية، القيام إن أنا أقف على رجلي، تكبيرة الإحرام، أقرأ الفاتحة، أركع، أهدى كويس وأنا بركع، أعتدل وأكون هادي، أسجد مرتين ويكون ساجد على كل أعضائي بلا حائل، الطمأنينة إن أنا أكون هادي، كل دي أركان. أجلس، أقر التشهد، كل ده ركان. وأخيرا أسلم، والتسليم بيكون على اليمين بس، ده الإيه الفرض. الشمال بيكون سنة. هنا بقى السنة إيه؟ رفع اليدين، وضع اليمنى على اليسرى، نقرأ سورة صغيرة بعد الفتحة، أكبر وسمع الله لمن حمده أو سبحان ربي العظيم. كل دي سنن، بس في الإيه؟ إن أقول التشهد وأرفع إيدي أو أعمل التورك أو أعمل الافتراش عادي، كل دي من السنة. نيجي بقى لأهم درس. درس مين؟ صلاة الجمعة وصلاة العيد. بس قبل الأول ده كده قراية الاستفتاح. حضرتك بتختصر الدروس في كلمتين، نعم. حضرتك بتختصري الدرس في كلمتين. ما هو أصلا الدرس ما فيهوش إلا كلمتين.
ما مش انا عشان عارف. انا عايزاكم تاخدوا اكبر قدر من الامكان من الحاجات المفيده. الدرس ما فيهوش حاجه، ما بس فيهوش. ممكن تقولي الحتة اللي انت قلتي عليها، يعني لازم تركزوا فيها تاني، عشان يعني عايز أتأكد لسه منها. ليه ده صلاة العيد لسه ما خدناش. عن دعاء الاستفتاح وجد وجهي الذي هو ترى السماوات والأرض. بيكون امتى دعاء الاستفتاح ده؟ بيكون أول ما أكبر وقبل ما أقرأ سورة الإيه؟ الفاتح. خلاص؟ ايوه التشهد معروف، تشهد الفتحات لله، وطبعا الصلاة الإبراهيمية. هي مش اركان قبل الصلاة. اه بس كده. هندخل فين؟ على إيه؟ عندي صلاة الجمعة وصلاة العيد. أهم صفحة عندي الصفحة دي، صلاة الجمعة فرض، العيد سنة. ده عاقل على مستوى عاقل بالغ. صلاة العيد ينفع مش شرط. تبعتي الدوس اللي انا جاي على الجروب على الواتساب؟ ايه؟ ممكن بعد ما تخلصي تبعتي الدوس اللي انا جاي على الواتساب؟ الدروس هتراجعها لغاية صلاة الجمعة. لا طب ده يعني كل حسب. حاجة اللي اقول هقولها لك انا، كل اقول لك حاجة انا، انت ابعت هقولها. تيتشر سارة، شوف تيتشر سارة وصلت معاكم لغاية فين، وهجيب لكم الامتحان لغاية فين. يعني الامتحان بيكون هي اللي عاملاه. اتفقنا يا ابني؟ يلا كل يوم الدكتور تمام. على بيجي. فكرة الاثنين غير كده جوه الانجليزي. طب ايه خلاص انا قلت لكم خلاص. اهم حاجة نركز، خطبة الجمعة قبل لكن العيد بعد. دي كل اسبوع، دي مرتين في السنة، دي وقت قالت الصلاة، هنرجع ايه؟ دي وقت صلاة هنرجع العيد. صلاة العيدين، أول تكبيرة 7 تكبيرات، وتاني ركعة، ايوه وبعد خمسة. 5 تكبيرات. ممتازين، الله يفتح عليك. أم بنتي أحكام أم الطفل فيها صلاة العيد والجمعة إن الاثنين ركعتين جهريتين، ونتزين بثمن الثياب، ومش فرض على النساء والأطفال. بس كده سنة سنة خلص، الدرس خلص والدروس خلصت. لا. طب انا بحب اتواصل مع مستر، اتواصل معاه ازاي؟ كانت تنشر أمنية. تمام، أشوفكم على خير إن شاء الله. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.